التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري مع كل من منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينية الأونروا فيليب لازاريني. وخلال المباحثات أكد وزير الخارجية المصري دعم مصر الكامل للأجهزة الأممية المعنية للاطلاع بدورها الهام في ضمان النظام انتظام الخدمات الحيوية ووصول المواد الإغاثية لأهالي قطاع غزة. هذا وحذر من مغبة التوسع في تنفيذ سياسات العقاب الجماعي والتجويع والحصار بالمخالفة لأحكام القانون الدولي الإنساني لما لذلك من آثار وخيمة على تدهور الأوضاع الإنسانية للمدنيين. وشدد وزير الخارجية المصري على أن الحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية هو الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام والتعايش السلمي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفقا لحل الدولتين.